قام كمل الشك وتغوت كنقول ولدي مس ولدي مس حيت القلب ديالي تنتنشت واحد النتشه ربي اللي كيعلم بيا صافي فاش طلت هذاك غوتة وحده ملي كندخلو كنلقاو ولدي واحد الحاله ما عمرها في حياتي غتنسالي جالس مسكين هكا مجبد جبيدات الموت كيصارع الموت ديك الساعات نطق حل عينو هكا وقاف وتمشى على رجلو قال ضربتوني وتعديتو عليا والله ياخذ فيكم الحق الدعوه بكم من الله الدعوه بكم من الله هذا الكلمه قال لك اللي قال ولدي مشات في هذا حيت ولدي مشى ضحيه وممكن يجي واحد اخر يمشي ضحيه وممكن واحد اخر ماشي غير ولدي مشوا عشرات منهم الا بقات السيبه بحال هكا بزاف الشباب اللي غيضيعوا اما ولدي مات مسكين ومشى عند الله مشى في الايامات العشر ايام اللي كيتمناها الصغير والكبير اللهم امين انا لله وانا الى راجعين اللهم لك الحمد واحد النهار انا كنت جالسه فطرت الفطور ديالي حتى جاني التليفون تسكت هكا جاني التليفون هضروا مع بنتي فيني ماماك واش في الدار كانت لا في الدار قالت لها بنت الجيران قالت لها قول ماماك اتجي عز الدين راه ملي دخل مع المغرب للدار راه ما ولاش يخرج وراه كنضربوه شي دراري ديك الساعات باش ما جات فيا قالت لي ماما قالت لي انا غنهضر معاك بلا ما تتخلع قلت لها ياك لاباس قالت لي عز الدين خاي راه قالوا دخل مع المغرب ما ولاش يخرج ودابا باش ديك الساعات باقا قلت باقا ما كملتش كتغوت بقيت نقول ولدي مس ولدي مس حيت القلب ديالي تنشت واحد النتشه ربي اللي كيعلم بيا نوضنا ديك الساعات عيط راجلي جينا هزينا الطوموبيل مشينا باش ما وصلنا تما كان الوقت اللي كانوا كيهضروا كان الراوج صداع في التليفون الوقيته اللي وصلنا فين مشيتو مشيت للدار ديالي نكزنايا حيت انا ما كنسكنش هنا الدار ديالي انا ولدي في كزنايا هذا المشكل وقع في كزنايا الوقيته اللي وصلنا كنلقاو كتصفر الدنيا بحال اللي ما عمر كان ديك الراوج وديك الصداع في تما صافي كلشي هربان فتح الراجل ديالي فتح الباب دخلنا السكنه حيت عندي السكنه عندي الكراج كان اصلا مسدود طلعنا السكنه الاولى الثانيه كنقلبوا طلعت بنتي عائشه هي الاولى عيطت لي نسمع ديك الشخير كتقول لك ها خي ناعس صافي فاش طلت هذاك غوتة وحده ملي كندخلو كنلقاو ولدي واحد الحاله ما عمرها في حياتي غتنسالي جالس مسكين هكا مجبد جبيدات الموت كيصارع الموت عينو خارجين واللسان ديالو طايح هو كيخرخر بحال الحاولي ملي كيتذبح نهار العيد وهو خخ بقينا ديك الساعات يعني الحاله الموت بقينا كنشاهدوا له راجلي كيشهد بنتي تواعد بقات كتشهد انا خوت كنغوت بالعاد وكنقول ما عتقوني يا عباد الله جيبوا لها لابيناس جيت لابيناس جات ديك الساعات لابيناس كنت كنقول زعما نعتقو اقرب زعما كنت باغي نديه لابيناس حيت جات كيقول لك حيت دير محمد الخامس ما يمكنش غتديها تما كيديونيش محمد الخامس باش ما وصلوا محمد الخامس كيف عملوا شافوه عرفوا الحاله ديالو عنده نزيف داخلي صافي كان عنده الضربه في مستوى هذه هي اللي عملت له النزيف الضربه حيت هذيك الضربه كانت عنده خيبه وكانت عنده ضربه هنا صافي بحديده مضروب شوف الناس اللي شاهدين تما شي كيقول بحديده ديك ماسو شي كيقول ديك البلوك ديال ماشي لاجر الحمر ديك البلوك ديال لاجر السيما شي كيقول بالصروف يعني كل واحد واش كيقول المهم ديك الساعه دينا قال لك الولد ضروري دابا خصو يدخل البلوك عملوا له السكانر قال لك الولد عنده صافي يعني جه هذا نزيف داخلي يعني المخ ديالو مسكين دخلوا عملوا العمليه قال لك خرجوا راه العمليه نجحت بقيت كنقول معطيهم زعما الحاله ولدي قال لك يعني الحاله ولدك دابا ما نقدروا نقول لك حتى شي حاجه رجعت لغدا نفس الحاله ما نقول لك حتى شي حاجه لغدا نفس الحاله حتى عيطوا لي قال لي ولدك صافي راه مات اللهم لك الحمد واش قالوا لك البارح عيطوا البارح صيفطوا قال لك راه مات قال لك مات مع المغرب مشيت عند ولدي انا بالنهار كنت كنمشي جوج مرات في النهار كنمشي في الصباح ما كنجي حتى كتقرب المغرب كنرجع عاوتاني غير كتسد المغرب كننظر هكا في الدار كنصلي التراويح ديال صلي العشاء والتراويح ديال عاوت كنرجع كنبقى تما عاوتاني كيقرب السحور حيت كانت العافيه شاعله في ولدي في القلب ديالي كانت العافيه ما كنتش كنصبر كنت نبات فايقه لحد الان باقا كنتمنى يا ربي الحبيب غنعس غير نص ساعه
نص ساعة ما نعست شي، كي كنحط راسي كنوض مرفوعة، يجي ولدي قبالتي. صافي الولدي اليوم جبناه دفنا، عيطوا لنا مشينا عملنا مع الراجل الإجراءات ديالو باش خرجناه باش ديناه دفنا، ما كاين حتى شي حاجة. المهم أنا في الأول كان ضمصت القضية، الناس كانوا ضامصين وكيعملوا الشغل ديالهم وكيخدموا وكيجيو عندي محمد الخامس حمقوني، شي جايب لابيناس كيقول لك غادي يديه للكلينيكا، شي كيصيفط لي الناس كيقول لك حنا واخا نخسروا عليه 20 مليون نديوها للكلينيكا. الناس اللي ضربوا كيصيفطوا لك، ما كنعرف ديك الناس اللي كيجيو عندي ما كنعرف حتى شي واحد كمامر ديالهم. كل مره كيجي عندي السيفه، كل مره كتجي عندي السيفه كيقولوا لي ندي ولدك للكلينيكا، احنا ندي ولدك وشي كيقول لي ندي هنا الرباط، شي كيقول لي نديوه للكلينيكا. الحاله الصحيه ديالو كانت ما عندهاش كيفاش تخرج، اما الا كانت عنده الحاله عنده الاستعداد اللي باش يخرج، انا كنت نخرج ولدي، انا كنت نهز ولدي ونخرجو نديه. الطبيب كان كيهضر كيقول لا ما هضرش، ملي طاح الحكومه ما ناضش ما هضرش، واخا كنت كنضر الحاله ديالو ما تحسنتش مر، ما سمعت منه لا هضره لا والو، ولدي كان في غيبوبه مسكين. هادو اللي ضربوا اللهم لك هادو في زنايا معروفين كيقولوا لهم ولاد زينب، كاين واحد اشرف، كاين واحد عبد اللطيف، كاين واحد محسن، كاين واحد مهم عندي كامل الاسماء، هادو خمسه ديال الخوت شادين ديك السيكتور ديال السوق، كيقول لك هما راس السوق، ما كاينش اللي غير هذا، كيقول لك ما عندهم النفوذ وعندهم فلوس وماشي مره الاولى، راه دخلوا للحبس عملوا مشاكل، كيدخلوا على الديار يسرقوا، ما كيخليو ما كيعملوا، هادي دائما كيعملوا هذا. انا ما كنعرفهمش ولكن كاين الناس اللي عطات عليهم معطيات هكا كنسمع الهضره. السبب ديال دابيزه انا ولدي على القول اللي كيقول لك هو يشري كرتون الحليب والتمر، شرا الكرتون الحليب والتمر، هي قبل ما يوقع المشكل ديال ولدي كانوا ضربوا العساس للباركين، ملي بقاو كيضربوه كيدبزوا دابا داك الشيء ديال السوق، خصهم هما يسيطروا على ديك السوق. انا ولدي ما عنده حتى علاقه مع السوق، ولدي بعيد على السوق، انا ولدي الشغل ديالو كان في الدار ديالو، ما كيمشي السوق ما كيبيع يشري ما والو، شرا كرتون ديال الحليب وشرا التمر، والناس شافوه راه ملي كان عنده هذا سميتو تما خلى مسكين تما طاح تما بقى له داك الشيء. كانوا قلت لك ضربوا العساس الباركين، شي ولد الجيران ديالنا هذاك كنعرفوا فاك ديك العساس، ملي فاك ديك العساس قال لهم بعدو ما تعداوش على العساس، ناضوا ضربوه هو، قال لك هزوا عليه السيوفه وضربوه وتحاموا عليه، هذاك هرب. انا ولدي كان مشى لتما ملي شافوه حيت عارفين ديك الجيران، ربما قالوا واش كيسحب لهم ولدي جاي دافع، قال لك هو اللي كيقول لهم ولدي كيقول انا ما عندي، انا كيقول له زعما ما عندي حتى شي حاجه معاكم، ما عندي حتى شي حاجه برك ما تتعدوا، قال لك هذا اللي كيقول. ديك الساعات قال لك تحاموا عليه ضربوه، قال لك الكلمه ولدي الاخرانيه حيت ما كانش، قال لك يعني ما عملت حتى شي محاوله، ولدي بحالي اما خاف حيت شافهم يعني حيت هما بزاف، يا اما كان باغي يجنب راسو من المشاكل، هذه الحاله اللي كانت عند ولدي. قال لك الضربه ملي نضربوه مسكين واحد الضربه ديال هذا، قال لك حتى عوج له يده وطاح، هذا الشيء اللي كيعاودوا الناس، قال لك حتى يده حتى عوج وطاح للارض ولا تهز ولا، قال لك عاوتاني ضربوه. ديك الساعات نطق حل عينه هكا وقاف وتمشى على رجله، قال لم ضربتوني وتعديتوا عليا، والله ياخذ فيكم الحق، الدعوة بكم من الله، الدعوة بكم من الله، هذا الكلمة قال لك اللي قال ولدي اللي مشات في هذا، والله ياخذ فيهم الحق. أنا كنت حدود اللحظة لقاو عليهم قبض ولا باقي؟ قبضوا على ثلاثة، جوج ثلاثة قابضين عليهم وجوج باقيين هربانين. أنا خاص ولد الحق د ولدي يبان، ولا ما بانش الحق د ولدي يجي واحد آخر ويجي يجي ضايع حياة منهم، راه كاين شحال من واحد كيعملوا له نفس الحالة وكتمشي على عين الضباب بحال اللي ما كاين، هما عاملين الفوضى تما في الزناية. أنا كنطلب الحق د ولدي وحيا العدل وحيا الحمد لله، حنا بلاد القانون، حنا ماشي بلاد السايبه، حنا ماشي بلاد السايبه، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، ولدي غيشهر الحق ديالو، ضروري الحق ديال ولدي غيبان، ضروري الحق ديالو، هاد كنطلب ربي الحبيب يبين الحق ديال ولدي، وانا كنطالب كنطالب المغاربه كاملين يهضروا لي على حق ديال ولدي، انا كنطالب المغاربه بالصغير بالكبير يهضر لي على ولدي، حيت ولدي مشى ضحيه، وممكن يجي واحد اخر يمشي ضحيه، وممكن واحد اخر ماشي غير ولدي يمشي عشرات منهم، الا بقات السايبه بحال هكا بزاف الشباب اللي غيضيعوا. انا ولدي مسكين ما دا ما جاب، ما هو عمره مش عمل شي حاجه، يسولوا يمشيو يعملوا يعطيو شهاده تما، الا عطاو واحد شهاده خايبه في ولدي. انا تربى انا ولدي كان من اطيب خلق الله، ولدي داخل السوق راسو درويش ما كيقلب لا على مشاكل ما كيقلب، جاو غصبوه في الشباب ديالو، غادي يجوا بزاف بحال هادو غادي يمشيو ضحيه ماشي غير ولدي. اما ولدي مات مسكين ومشى عند الله، مشى في الايامات العشر ايام اللي كيتمناها الصغير والكبير، وكان كيتمنى كيقول يا الوالده الله يرزقني
حسن الخاتمه، الله يرزقني حسن الخاتمه. ومشى الولد الحبيب، مشى مغسول من الذنوب، ومشى مصلي العصر ديالو، ومشى على وضو، ومشى صايم ولد الحبيب. الله يرضى عليه، الله ينزل عليه الرضا، الله ينزل عليه الرضا عز دي الحبيب ديالي، الله ينزل عليه الرضا، الله ينزل عليه الرضا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.